السلام عليكم. نبدأ مع بعض الموضوع الليدي باج، نتعرف على الأدوات بتاعته وإمكانياته وإزاي بنشغله. عشان نبدأ، هو طبعا الليدي باج بيشتغل من داخل الجراس هوبر اللي هو يعتبر البروجرامينج انفايرمنت بتاعت الراينو أو الواجهة بتاعت البرمجة من خلال برنامج الراينو. عشان نشتغل نبدأ الليدي باج أو أي عمل يرتبط بالدراسات المناخية، لازم البرنامج إعداداته تكون إيه؟ تكون بالمترك، ما تكونش بالإنش يعني. فبنروح كده على الوحدات ونغير الوحدات تبقى بالسنتي أو بالإيه؟ بالمتر. واليونتس طبعا مكسر من 10، وهنا نفس الشيء برضه، خلي الوحدات بالمتر ويونس واحد من ايه؟ من 100، اسف، هنا واحد من 100 وهنا برضو واحد من 100. ده بشكل ايه اول. بعد كده بنروح على منطقة الكوماند اريا وبنكتب جراس، واختار الايه جراس هوبر. هي ايه هيشتغل معايا ايه خلينا كده، هيشتغل معايا الايه الشاشة بتاعت البروجرامينج بتاعت الايه الجراس هوبر. اول حاجه عشان اشغل البرنامج بنزل ايه بنزل الايقونه بتاعت الايه الليدي باج نفسه، بضغط هنا اهو كده واختار احطها على الايه على الشاشه بتاعت البروجرام. تمام، لما اختار الايقونه احركها، اقدر احركها بالماوس كده، لما يجي لونها اخضر كده معناته انها ايه انها اوريدي شغاله. تمام، ودي اللي بتعمل الباثز ومكان الاعدادات ومكان الملفات والاشياء دي كلها، وتقرا الايه الهارد ديسك بتاعك. فلازم دي تبقى موجوده عشان ايه البروجرام اللي انت هتعمله يبقى اكتف، يعني يبقى شغال. دي زي الهيدر كده بتاع الكود اللي انت بتكتبه لو انت عندك فكره عن البروجرام يعني. تاني حاجه بنجيب نقول له ايه اقرا لنا الايه الويزر او الايه المناخ يعني. الايقونه دي هي اللي ايه اللي بتقرا الملف بتاع الايه الوزر. انا عندي ملف الوزر في كذا طريقه، يا اما بحمله من هنا كده، يعني دي الايقونه دي بتحمله من موقع. تمام، او ان انا اكون منزله عندي على الجهاز بتاعي وايه واشبكه ايه في فيها عشان تقراها. حلو، الملفات بتاعت الوزر هنا اهو، في بتحمل من موقع اسمه ايه موقع اسمه انرجي بلس. انرجي بلس، تروح على انرجي بلس في اخر القائمه يمين كده، خلينا نشوف كده. حتى اذا فكينا جوجل كده وقلنا له انرجي بلس، تمام، ورحنا على الموقع بتاع الانرجي بلس اخر واحده اللي هي الويذر هنا اهو. طبعا انت تقدر تنزل البرنامج نفسه، شوف هنا اهو، تقدر تعمل اشتراك وتنزل البرنامج نفسه، اشتراك مجاني طبعا. دي ملفات البيانات المناخيه هنا اهو، دي مثلا ايه خريطه بتاعت العالم كله. تمام، احنا هنشوف هنا مثلا ايه في المملكه العربيه السعوديه، نروح كده، دي منطقه مكه اهي. لان هنا منطقة مكة فيها اكتر من محطة رصد، بس هو بيحمل الظاهر. هنا دي مثلا المحطة بتاعت الرياض، محطة ارصاد الرياض، لسه بيحمل يعني. انا المهم يعني دي مثلا بتاعت القاهره، لو انت خلينا او الاسكندريه في اثار دلوقتي هناك، ادي دي المحطه الايه مكان المحطه. اذا ضغطت انا على المكان بتاعها يقول لي ان هو ايه عايز تنزل الملف بتاع المناخ، ها، او الديزاين دي فايل لو انت عايز تصمم على يوم معين، او ايه او جو تو ايه فولدر او ايه جو تو فولدر. اذا انا رحت المجلد اهو بيقول لي بقى انا عايز انزل ايه، ادي الثلاث صيغ ملفات اللي انت عايز تنزلهم، او داونلود اولد، اعمل كده اهو وايه واسيف الملف، يحصل ايه ينزل ملف مضغوط عندي على الجهاز
ثلاث ملفات. انا الليدي باج عندي بيشتغل بالبرنامج بالملف اللي اسمه ايه امتداد بتاعه اي بي دبليو، تمام. هرجع تاني بقى هنا اهو واقول له ايه، هعمل هنا بلوج كده بسميه ايه، بولين اسف بولين توجل ده كده، تمام، واشبكه هنا بالشكل ده. هو مكتوب عليه ايه فولس هنا، لو عملت دبل كليك على الفولس دي هيبتدي ايه يقول لي بقى فين اللي انت عايز الايه الملف اللي انت بتاع المناخ بتاعك فين، بتاعي فين. فانا هروح هنا الملف بتاع المناخ انا حطه هنا، تمام. هروح اقرا ملف مثلا بتاع مكة مثلا، طبعا شوف هنا اهو لما انا ايه مسكت الفيش ده هنا اهو لونه بقى ايه اخضر، شلته كده لونه رمادي، شوف ده لونه ايه، لونه لسه ايه لونه غامق كده. فالاورنج ده معناته ان ايه ان في عنده مشكله. ولو انا جيت على المنطقه بتاعت عليها زي كوتيشن كده، ها لو عملت دبل كليك كده هيقرا الكلام المسج اللي عايز يبعتها لي، بيقول لي ايه input parameter weather فايل يو ار ال فيلد، يعني ايه الموقع بتاع اللي انا هجيب منه البيانات المناخيه، ها مش عارف اوصل له. فايه بيقول لي دخل لو سمحت الايه البيانات. فدي الايه الايكون ده انا مش هحتاجه دلوقتي، انا هشتغل ايه بده. طيب انا نزلت بقى ده كده اهو، قريت الايه ده، ارى خلاص الداتا، وصلت الداتا هنا المناخيه وده ايه اراها. طيب الخطوه اللي بعد دي اروح انا اجيب فيه ايه هنا اهو، في عندي ايكون تاني اسمه ايه امبورت، امبورت دي اللي هو ايه يفصل الايه الداتا المناخيه ديت. شوف اول ما شبكته خد بالك كده، لو انا لغيت دي كده بضغط كنترول ووصل تاني وقوم ايه الغي التوصيله بتاعت الايه الفيش ده للفيش ده. هو الحقيقه الفيش ده عباره عن ايه، عباره عن سب روتين او كود او ثلاث اربع سطور كود كده مكتوبين، ودي برضو ثلاث اربع سطور كده مكتوبين، ودي بتاخد معلومات وتخرج معلومات. فكل ايه كود من دول بياخد معلومه ويخرج، يعني ده بياخد ايه ترو اور فولس مظبوط ويخرجها نفسها. ده هنا اهو ياخد ايه منها، ياخد من هنا ايه، ياخد من هنا المكان الملف بتاع الايه مناخ. طيب وبعدين يدي البيانات اللي قراها يديها ايه للفيش ده هنا اهو كده، الفيش ده يقراها واقدر منه بقى اطلع كل واحده من البيانات دي، كل البيانات دي موجوده داخل ايه الملف اللي انا جبناه هنا. طيب هنبدا ابسط حاجه اقول له ايه، انا عايز اعمل ايه رسم بياني هنا اهو، الفيش ده بتاع الايه رسم بياني. ولو عملت دبل كليك على المسج دي هلاقيه بيقول لي ايه لو سمحت دخل ايه بيانات، مفيش بيانات ايه اوريدي ايه موجوده. حاجة أنا مثلا على أول معلومة أقول له إيه عايز الإيه دراي بلب تمبريتشر اللي هي إيه أحطها فين في الإنبوت داتا، آدي الإنبوت داتا كويس ده بدأت. أيوه شوف هنا أهو ابتدى إيه يظهر لي حاجة ملونة. لو أنا شغلت بقى الشاشة كده كلها على بعضها وعملت له زوم إكستنت، زوم إكستنت، الاقي ايه الرسم البياني. ايه الرسم البياني ده؟ ده عباره عن ايه درجات الحراره الجافه بتاعت ايه بتاعت منطقه مكه اللي بتتراوح من ناقص واحد من ناقص 6.8 لما لغايه 42 47 كمان. وهنا اهو ايه كاتب لي الايه البيانات بتاعت الحاله المناخيه دي. طيب لو انا غيرت، طب لو انا شبكت مثلا ايه الرطوبه، شوف كده الرطوبه مكان دي المفروض انه ايه هيفك الاولانيه، ايوه تمام فك الاولانيه اهو وربط ايه وربط بالايه بالثانيه، شايفها دي الايه درجات الرطوبه. شوف معظم السنه الرطوبه ايه متدنيه، دي الاشهر اهي ها، ودي النسب المئويه بتاعت الايه الرطوبه على مدار الشهر كله مقسمه كده، تلاقيها في اجزاء مره حمراء ومره صفراء ومره زرقاء حسب الايه درجه الحراره على مدار الايه الشهر هنا هو على مدار اليوم كمان. انه هنا دي البيانات دي بالساعه على فكره، هنا هو تلاقي ايه شوف ايه هنا مقسمه كده اهو، ادي واحده اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه، يعني اللي بالطول دول سبعه ها. وهتلاقي ايه انه دي واحد اتنين تلاته اربعه، ادي اربع اسابيع وكل واحده ايه تمثل يوم، كل مربع من دول يمثل ايه يمثل يوم، تمام. وبعدين
يبقى انا كده ايه اقدر استعرض كل انواع الايه البيانات. هشوف مثلا ادي الويند سبيد اهي، هنا سرعة الرياح وادي سرعة الرياح. اي مكان انت بتعمل فيه ديزاين خلاص بتدخل على الانرجي بلس على الخريطة، تجيب الداتا المناخية بتاعته وتبتدي تعمل له الايه التشارتات التشارتس الايه المختلفة بتاعت ايه بتاعت الايه الرسم البياني كده. طيب لو انا جربت كده ضغط شيفت وخدت كنترول ضغط شيفت وشديت دي كده، شوف يعمل ايه. ايوه شوف هنا هو ابتدى يعمل ايه، ابتدى انا ضغطت شيفت ابتدى يطلع لي ايه اكتر من رسم بياني. بس طبعا انت وايه انت وحظك بقى، انت الكمبيوتر بتاعك شوف ادي شيفت كمان اهو، ادي واحدة تانية اهي تالتة قصدي. طبعا ايه الكلام ده تقيل على الكمبيوتر بتاعي، انا ايه شوية عجوز، فانت ايه لو الكمبيوتر بتاعك صحته كويسة كده انت تقدر ايه تعمل كل 10 12 ايه رسم بياني بتوع الحاجات المناخية بتاعتك. تمام، وكده ننهي الجزء ده من الفيديو واشوفكم في الايه